بس الظاهر اكو فد شيء نشط التيار الصدري، من يعرفه منكم؟ بين السطور او في تلك النظرات حكاية ملغومة نطقها بحنكة وذكاء أقرب ما يكون إلى لغة السياسة الذكية، ولأنه زعيم التيار الصدري استطاع أن يجد طريقا إلى التحذير وكشف الخفايا حين تكون الخفايا مضرة بمصلحة العراق. الصدر قالها بوضوح دون مواربة أو خوف من الموت، راجيا التوفيق بنيل الشهادة، لكن مصير الرسالة العاجلة أخذ أبعادا أكثر عمقا في تفاصيل المكنون في حروفها. وهو موتي أو قتلي، شوية الله يتنشط. ذاك الوقت بعد مقتدى مات وصير شهيد جديد للدم جديد لإحياء ما من دثر إن شاء الله قريبا، وبشركم أيضا بقرب الموت أو قرب الاستشهاد إذا الله وفقني. يحدث هذا بالتوقيت الزمني الصعب الذي يتعرض فيه العراق لحرارة ولهيب الظروف المتسارعة سياسيا وأمنيا ومحاربة في وجه الفساد، تماما كما هو لهيب انقطاع الكهرباء الذي يغذي لهيب الشمس، ولهيب على لهيب يشعله الصدر برسالة واضحة وضوح الشمس، محركا نبض تياره إلى أن يعمل على مبادئ وضعت ورسخت لأجل مصلحة العراق. ومن مصالح العراق كهرباؤه المقطوعة، فما أن انتشرت الرسالة حتى ربطها كثر بين لغز الكهرباء ونهضة أو ثورة بيضاء يريدها الصدر برسالته الاستشهادية في سبيل تنظيف البلاد من الفساد أو جعل أبسط خدماته هدفا من أهداف التدخل السياسي والنفوذ وتحقيق المصالح.